انت باي مدرسه؟ مدرسه حكوميه ولا خاصه؟ لا حكوميه، ما فيش عندها خاص. بتحبي اللغه العربيه والانجليزيه اكثر؟ الانجليزيه. ليه؟ بتحبي الانجليزيه اكثر؟ عمل لك ايه الانجليزي؟ ليه حبيتي احسن من العربي؟ أكثر شيء بغني أحب أغنيه بالحمام. قصدت الحزن بعينيها. بس بالحمام طبعاً ساوند جريت. No time for singing. No time for singing. Just work, work, work. Work, work, work. I apologize. We're almost there. I literally live 2 minutes away. Okay. Seriously, just look at this. Eh, what's that, huh? Eh, okay. Yeah, yalla bye. I've always talked about the yalla bye because it's like yalla, bye in English, and لازم يلا باي. ما يصير يقول okay bye. لازم فيها يلا قبلها. I don't know. اسمي عائشة الخالدي. مولودة وعايشة بالكويت. And I also lived in Egypt when I was younger. وعشت بأمريكا 4 سنين بجامعة. I'm the sports editor of the Daily Star. I love that job, it's amazing. I was a journalism major, so worked out for me. عمري 24 سنة. وأنا أتحكي عربي. Hi, أنا مصرية، مصرية عربية مسلمة، يعني بنتمي لديانتي أكثر من العروبة يعني. لما بدعي، ربنا بدعي بالعربي. مثلاً I would not say إنه مثلاً يا رب please let me pass this exam. أنا هقول رب نجحني. يا رب كده بالعربي يعني because when I communicate with my Lord with my God then it's then it's بالعربي ده يعني مليون في المية يعني ما دي اللغة اللي أنا برتاح فيها أكتر. أنا اسمي لمية توفيق، عندي 30 سنة. My full-time job is teaching. I teach at university. I teach journalism, communication theories. I teach in English. عشت أكتر من 20 سنة في الإمارات. جيت على مصر سنة 2001 ومن ساعتها أنا مستقرة هنا. معايا ماجستير في الإعلام ودلوقتي حاليا بحضر الدكتوراه. أنا بتكلم عربيزي. سوري.
اسمع هدول حركب 3 كلاسيكال جيتارز، حركب 3 كلاسيكال جيتارز فوقي هلا عادي ولا شيء، هذا مش سامبل. يعني التيرمينولوجي ما في ام بي 3 بالعربي، بعرفهاش بالمره بس ام بي 3 بالعربي. ويف ويف ايش ويف بالعربي؟ موجه. بدي اياها تعمل لي رندر دوت موجه. انا وسام تبيلي، عمري 27 سنة، عايش بعمان. أنا بتخيل لما أهلي حطوني مدرسة فيها إنجليزي قوي، كان على أساس إنه نظام الإنجليزي كان دراسياً كان قوي. عندي استوديو نعمل أوديو برودكشن إن جنرال. الميوزك اللي بعزفها بيسكلي يعني مزج بين عربي كلاسيكي على بيتس أجنبية. بحس حالي طبعاً، بحس حالي عربي، ما أنا لغتي الأم عربي يعني، طبعاً عربي، بيتي عربية. بحكي عربي زين.